رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح الثاني. لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأن فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ ولكن من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم، فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة. لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان. لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة، في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح. هوذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس، وتثق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال، ولك صورة العلم والحق في الناموس، فأنت إذن الذي تعلم غيرك، ألست تعلم نفسك؟ الذي تكرز أن لا يسرق أتسرق؟ الذي تقول أن لا يزنى أتزني؟ الذي تستكره الأوثان أتسرق الهياكل؟ الذي تفتخر بالناموس أبتعدي الناموس تهين الله؟ لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم كما هو مكتوب، فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس، ولكن إن كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرلة. إذن إن كان الأغرل يحفظ أحكام الناموس أفما تحسب غرلته ختانا وتكون الغرلة التي من الطبيعة وهي تكمل الناموس تدينك أنت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموس؟ لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. في الإصحاح الثاني أحبك تقف عند الآية رقم 4، يقول لك: أما تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ الله يعطينا دائما فرص، ولكن هذه الفرص هي من أجل توبة الإنسان، والفرص دي يقدمها الله بغنى
وبنفس طويل وبطول الأناة وبلطف. والله يقصد من وراء هذا كله أنه يقتادك إلى التوبة، أنك تقدر تكشف نفسك، أنك تقدر تعرف خطيتك. أما الإنسان اللي يبتدي في أول إصحاح يقول له أنت بلا عذر أيها الإنسان، يقع في خطية اسمها خطية الاستهانة، ودي خطية خطيرة جدا. إن الإنسان يستهين بالوصية، يستهين بالمبادئ الإنسانية، يستهين بالخبرات اللي بيعيش فيها الإنسان، يستهين بقوانين الطبيعة، يستهين بالمقدسات. هذه خطية بتجعل الإنسان يضيع في حياته. عشان كده ده توجيه لك، إن كنت عايز تعيش في فرح وعايز تتمتع بفرح المسيح في قلبك، احترس من خطية الاستهانة، لأنك أنت بلا عذر أيها الإنسان. واستثمر لطف الله وإمهاله وطول أناته وبحكمته التي تقودك إلى التوبة، استثمر ده في توبتك وفي نقاوة قلبك، واعرف كده أن الله ليس عنده محاباة زي في عدد 11. اعرف واحفظ أنك أنت بلا عذر أيها الإنسان، عشان كده انتبه إلى نفسك. ربنا معكم.